السلام عليكم. انا اتكلم على كورس الجراديويت ثيرموداينامكس اللي انا بندرسه في قسم الهندسه الكيميائيه جامعه القاهره. احنا في الكورس ده بنركز على الفيز والكيميكال ايكوليبريم، فممكن الكورس يبقى اسمه فيز وكيميكال ايكوليبريم. هو احنا في الثيرموداينامكس في الاندر جراديويت سنه ثانيه بنبني الاساس، يعني ممكن نقول نسميها الفاندمنتالز او الفاونديشنز بتاعه الثيرموداينامكس، اللي هي طبعا زي ما يعني معظمكم عارفين بنتكلم على الفيرست لو الكونسرفيشن اوف انرجي، السكند لو بنعرف الانتروبي، وبنتكلم برضو على البروبرتيز المختلفه زي جيبس والانثالبي والانتروبي والريليشنز، العلاقات اللي ما بين البروبرتيز دي. فالعلاقات دي زي فاندمنتال بروبرتي ريليشنز، فبعد ما بنعرف البروبرتيز دول بنعمل شبكة من العلاقات بتوصل البروبرتيز دي كلها ببعض. وبنتكلم على البروبرتيز بتاعت الفلويدز، ثيرموداينامك بروبرتيز اوف فلويدز، اللي هي العلاقة ما بين البريشر والفوليوم والتمبرتشر، عرف الايكويشنز اوف ستيت. فكل ده بيمثل لنا الفاونديشنز بتاعت الثيرموداينامكس. بعد كده بنتكلم على الابلكيشنز، تطبيقات الثيرموداينامكس داخلة في تطبيقات كتيرة. فاحنا ككيميكال انجينيرز في حاجتين اساسيين بنهتم بيهم. هو طبعا الكيميكال انجينيرز بيهتموا بتطبيقات كتيره. بس تيبيكالي او كلاسيكالي الفيز ايكوليبريم والكيميكال ايكوليبريم من الابلكيشنز اللي بنهتم بيها ككيميكال انجينيرز. فاحنا الكورس ده هيبقى فيز اند كيميكال ايكوليبريم كتطبيقات من الثيرمودينامكس. فهنتكلم على انواع مختلفه من الفيز ايكوليبريم، الليكويد وفيبر، ليكويد ليكويد، سوليد ليكويد، سوليد فيبر، من ناحيه الكواليتيتيف ومن ناحيه الكوانتيتيف ازاي نحسبها. نتكلم على الكيميكال ايكوليبريم لما بيحصل تفاعل كيميكال رياكشن، وممكن يبقى في تفاعل واحد في الجاز فيز عند بريشر عالي، او في الليكويد فيز نان ايديال ليكويد ممكن يبقى في تفاعل اكتر من تفاعل، ممكن يبقى في فيز وكيميكال ايكوليبريم مع بعض. فهي دي الخطه بتاعت الكورس. احنا هنكمل من نفس الكتاب بتاع سميث فان ناس اوت. سميث فان ناس اوت اللي هو انتدكشن تو كيميكال انجينيرنج ثيرموداينامكس. الكتاب ده احنا ماشيين فيه في الاندر جراديويت، المحاضرات اللي على اليوتيوب شغالين من الكتاب ده. بعد كده في جزء مشترك، جزء احنا كنا بندرسه في الاندر جراديويت برضه هيبقى جزء من الكورس ده. فانا هخلي نفس المحاضرات موجوده في الليست بحيث ان الواحد يمشي بنفس التسلسل. فاحنا هناخد شابتر 10 اللي هو فيبر ليكويد اكوليبريم انتروداكشن، وبعدين هنتكلم على فيبر ليكويد اكوليبريم، هنتكلم على السوليوشن ثيرمودينامكس الفاندمنتالز بتاعتها، نعرف البارشال مولر بروبرتيز وهكذا. وبعدين هنتكلم على الابلكيشن بتاع السوليوشن ثيرمودينامكس في شابتر 11 شابتر 12. وبعد كده شابتر 13 هنتكلم على الكيميكال ايكوليبريم، وشابتر 14 هنتكلم على توبكس ان فيز ايكوليبريم، موضوعات متقدمه شويه في الفيز ايكوليبريم. ولو في وقت هنتكلم برضو على الموليكولر ثيرمودينامكس، انتدكشن للموليكولر ثيرمودينامكس. فده التسلسل اللي احنا هنمشي فيه. الاثنين دول وجزء من الكيميكال ايكوليبريم موجوده في المحاضرات اللي قبل كده. فانا ان شاء الله هدي يمكن محاضره او محاضرتين هنا، وبعدين هنط على بقيه الكيميكال ايكوليبريم، ونتكلم على شابتر 14 الفيز ايكوليبريم. فيعني هو ده بس اللي حبيت ابدا بيه مقدمه على احنا هنعمل ايه. وبعدين المحاضره الجايه هتكلم على شابتر 10 فيبر ليكويد ايكوليبريم انتدكشن، حاجات سهله وبسيطه، انما تبقى كويس ان احنا ريفريشنج لدماغنا عشان نخش في الجد بعد كده. شكرا.